انطلاقا من توجيهات سيادتكم للاهتمام بالمقرات والمعسكرات وضرورة إظهارها بالمظهر اللائق الذي يمكنها من إداء واجباتها على أتم وجه، وبرعاية ودعم معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترمين، وعلى بركة الله نلتقي اليوم في افتتاح المرحلة الأولى لإعادة تأهيل وترميم مقر الدائرة. وتعد هذه المرحلة هي نقطة الانطلاق لإعادة تأهيل المقرات الأخرى ضمن خطة مستقبلية عند توفر التخصيصات المالية لإسناد الجيش بكافة متطلبات الميرة بما يؤمن جاهزيته للدفاع ضد التهديدات المحتملة لضمان حفظ الأمن وتعزيز السيادة الوطنية.